أعلم إن كنتم مؤمنين. إطعام أهل جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. تدري لو قطرة واحدة بس من الزقوم نزلت على الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، ما عاد نقدر نستفيد من هذه الأرض بسبب إيش؟ قطرة واحدة من الزقوم. هذا أكلهم شرابهم. وسقوا ماء حميما، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لباسهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. يا اخواني تخيل شيخنا، بس ولهم مقامع من حديد. الحين هم يضربون بالمقامع يشردون. نسأل الله العافية والسلامة. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إخوان مستوعبين؟ لباس نار، سراويلهم سرابيلهم من قطران من نار، وشرابهم نار، وأكلهم نار، وفراشهم نار، ولحافهم نار، وكل شيء في حواليهم من نار. وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يرد الله عز وجل عليهم فيقول: أولم نعمركم. 60 سنة، 70 سنة، 30 سنة، 20 سنة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. يا شيخ نايف، نحن ما نبغى نتكلم عن الإنسان إذا دخل النار، نبغى نتكلم عن الإنسان إذا شاف النار، بس إذا شافها بس. ولو ترى إذ وقفوا على النار. ما دخلوا، واقفين لسه، بس وقفوا، ما دخلوا جوة النار، ما أخذوا من زقومة، ما شربوا من الحميم، ما لبسوا من ثياب أهل النار. نسأل الله العافية والسلامة. بس بمجرد الوقوف أمام النار، اسمع أمنياتهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا إخواني أهل النار، الله يحرم هذه الوجوه على النار، قولوا آمين. إذا دخلوا النار عندهم أمنيات، أول أمنية يتمنونها من الله، إيش هي الأمنية الأولى؟ ربنا أخرجنا منها. يبغون الخروج. ربنا أخرجنا منها
فإن عدنا فإنا ظالمون. إيش الرد يجيهم؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ممنوع الخروج، انتهى، قضي الأمر، ما راح يخرجون. يا رب اخرجنا، الجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون. الآن عرفوا أنهم ما راح يخرجون أبدا، يتمنون أمنية ثانية، يتمنونها من خازن النار مالك، ما هي؟ ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الأمنية الثالثة، والله يا أخوان الأمنية الثالثة تجعل الإنسان، الأمنية الثالثة تجعل الإنسان يقول اللهم اعتق رقبتي من النار. إيش هي الأمنية الثالثة؟ وقال الذين في النار، بالله يا شيخ نايف وانت تسمع، وقال الذين في النار. إخوان يطلبون هذا الطلب، هم الآن في عذاب، يطلبون الطلب الثالث من بقية الملائكة خزنة النار. إيش هو الطلب؟ اسمعوا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يا أخوان بعد آلاف آلاف وممكن ملايين السنين، إيش يتمنون؟ يتمنون إجازة واحدة، إجازة يوم واحد بس يتخفف عنهم العذاب، ومع ذلك ما يخفف عنهم، عذاب مستمر إلى ما لا نهاية. الأمنية الأولى ربنا أخرجنا منها، قال إنكم، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الثانية يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الثالثة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اسمع الرابعة ما يطلبونها من الملائكة ولا يطلبونها من الله، الرابعة يطلبونها من مين؟ تدري يطلبونها من مين؟ ينظرون لأهل الجنة ويطالعون لأهل الجنة فيطلبون منهم الأمنية الرابعة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، يبغون موية، أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الماء والرزق هذا، الأكل والطعام، الله حرمها على مين؟ على مين؟ الكافرين.